الناس بقت بتتأقلم مع الأحداث عادي، الناس اتعودت على الرداءة، وبقينا بنتأقلم على الكذب في كل شيء، وإعلام لا يعبر عن المواطن والمواطن أصلا ما جابوش. فنشوف إصرار من إعلام النظام على صناعة ترند وهمي على مسلسلات وتحويلها إنها الأهم، وإقناع المواطن نفسه إنه في حالة حقيقية، وإنه مسلسل الحشاشين كان ملحمة زي بيقول الخبر ده. كريم عبد العزيز يروي تفاصيل، ونتكلم بقى على تفاصيل. ويا عزيزي المشاهد، عشان نكمل تاتش العظمة الفارغة، نحط التاتش المحلي بتاعنا بترميمي جميع أسلحة مسلسل الحشاشين صنعت في ورش السبتية وخان الخليلي يا صلاة النبي. وعشان نضخم حالة المسلسل ونخرج برة فضيحة التلاعب في التاريخ، يطلع عبد الرحيم كمان نفسه المؤلف يرجع على حجرنا كلمتين عن فلسفته العبقرية في عمل مستوحى من التاريخ. اسمع. يعني ايه من وحي التاريخ؟ يعني ليه حبيت تقول من وحي التاريخ؟ هقول لحضرتك، يعني هو مش ملتزم بالتاريخ التزام تام، انا دراماتورجي بيعمل دراما للناس تتفرج عليها، وما يستخدم التاريخ كماده، فانا لم التزم بالتاريخ وقلت من وحي التاريخ، واصررنا ان نكتب من وحي التاريخ، وكان نفسي البونت بتاعي يبقى اكبر من كده شويه. يا خفيف انت عبد الرحمن عبد الرحيماوي قوي. من وحي التاريخ يعني انت عشان تهرب من اخطائك التاريخيه الفادحه المجرمه فيقول لك من وحي التاريخ. وطبعا تكملة لمسلسل الكذب على المشاهد عيني عينك كده، أقنعه إن العمل ده ضايق الإخوان، وإن الإخوان بس هم اللي متضايقين منه. اسمع. كان بالنسبه لي شخصيه فاتنه، ان هو كمان مصدق في اللي بيقوله، ولانهم تفسيرهم دايما، يعني هو المسلسل عملهم ورطه شويه، ان هو تفسيرهم الاساسي لكل شيء هو تفسير سياسي مرتاب، حتى تفسيرهم للدين ده من قبل المسلسل ومن بعد المسلسل، ودي فكره المسلسل، ففكره المسلسل سمعت وبرجلت، فهي كاد المريض يقول خذ، فهم فسروا للاسف المسلسل فن. لا انا بس تسمع كلمتين تاني، ده هو نفسه ناقد نفسه، يعني هو بدا كلامه بانه الاخوان فسروا المسلسل سياسي، ودي طريقة الإخوان إنهم بياخدوا أي شيء بتفسير سياسي حتى تفسيرهم للدين. كلام كويس. قال لك والمسلسل عمل كده فعلا، يعني المسلسل فن، خلاص فن يا عبد الرحيم، أنت تعمل فن بس، لكن الإخوان هم اللي فسروا سياسي، دي فكرة المسلسل، يعني أنت المسلسل سياسي. بتضحك على مين يا عبد الرحيم؟ ولا ده برضو من وحي كلامك؟ ده كلامك أنت، إن الإخوان بيفسروا كل شيء تفسير سياسي بينما المسلسل فن بس، ودي فكرة المسلسل التفسير السياسي، يعني الإخوان ما قالوش حاجة، ده رأيك أنت، يعني أنت اللي عامل مسلسل سياسي، يرجع يقولك في الآخر وده فن. أنت بتتحني العالمين يا عبد الرحيم، ما هي واضحة. مش بس كده بقى، مع ختام الشهر الكريم يطلع كريم عبد العزيز أجمد فنان في رمضان. كريم عبد العزيز وياسر جلال يحصدان لقب أفضل ممثل في رمضان، قمة البؤس برضو ومحاولة إقناع المواطن إنه يتعايش مع الكذب في جرعة من الكذب الشديد في شهر رمضان، ويتضخموا بقى المسلسلات، منها مسلسلات البلطجة، يعني أدي خبر طارق شناوي وطارق لطفي رقم واحد في العتاولة، وأحمد السقا مكسور ومش بينطلق. كمان ناخدك في سكة الغرق في صناعة نماذج ملهاش علاقة بحالة المواطن نفسه، وتحويل النماذج دي لأبطال من فراغ، زي واحدة ظهرت في مسلسل العتاولة بسدرها فسموها دينا رفارف، معرفش اهو، 10 معلومات عن هدى الاتربي بعد اثارتها الجدل، عارف ولا اثارت جدل ولا حاجة، دي طلعت بسدرها كده، وبعدين الناس قالت هو في حد عندنا في اسكندرية مش كده في حتة شعبية بس، فيطلع لك 10 معلومات عنها.